شجعت وزارة الدفاع الأمريكية العراقيين على مهاجمة مدينة الرمادي لاستعادتها من تنظيم داعش الذي احتلها في شهر أيار مايو الماضي. وقال العقيد ستيف وارن المتحدث الأمريكي باسم التحالف خلال مؤتمر من بغداد، قال إن قوات البرية العراقية التي تلقت مؤخراً تدريباً وتجهيزاً من التحالف منتشرة حول الرمادي استعداداً للمرحلة الحاسمة.